الله الله على زمان أول، زمان أول التلفزيون كان يفتح الساعة 10 الصبح ويسكر الساعة 12 بالليل، والعشاء خفيف والمروحة نحطها على رقم 5 وقاعد تحل واجب الخط وانت منبطح على بطنك. كانت حياة جميلة. الله عليك يا زمان انفات. كل ما نشوف طيارة نقعد نصرخ ونأشر بيدنا ونسوي لهم مع السلامة. كنا ننتظر متى نروح الصف الرابع علشان نكتب بالحبر. تسألك أمك الساعة كم، تقول لها وانت تأشر على الساعة، الكبير على 4 والصغير على 6. نحس بإنجاز وفرح وشي عظيم إذا طلعت الشمس وإحنا ليل حين ما نمنا. ننتظر الامتحانات علشان ما ناخذ شنطة، وننتظر وقت الشهادة علشان نلبس ملابس حلوة ونكشخ. يوم كنت صغير رسمت الشمس في زاوية الورقة. يوم كنت صغير كنت تفكر إن شكل القلب الحقيقي هالشكل. تسكر باب الثلاجة شوي شوي بس علشان تعرف متى تنطفي اللمبة، وكان بالنسبة لنا ذكاء وعبقرية. لما حد من هلك يطلب منك جلاس ماي لازم تشرب منه شوي، وقبل ما تدخل لازم تمسح شفايفك علشان ما حد يعرف انك شربت. اكيد الحين تبتسمون وتتذكرون الأيام الحلوة هذه، أيام الابتدائية لما يعطيك الأستاذ طباشير أو أوراق ويقول لك وصلها للأستاذ الفلاني في الفصل الثاني. تدخل ذاك الفصل وانت نافخ صدرك قدام الطلاب، تحس نفسك انك مبعوث الأمم المتحدة. الله الله يرحم زمان أول. Thank you.